كلنا نعرف أن البلاد العربية تشتهر بالأهرامات والأسواق والمساجد والحدائق المعلقة، لكننا لم نتوقع أبداً أن تشتهر في يوم من الأيام بالسجون. أنا أسام السيد واتصال جديد. في السنوات الأخيرة اشتهر سجن في العراق اسمه أبو غريب، وانتشرت منه صور التعذيب الرهيبة من قبل الجيش الأمريكي حتى سميت بفضيحة أبو غريب. يعود تاريخ هذا السجن إلى عام 1957، حيث دعت الحكومة الملكية في وقتها لبنائه سجنا إصلاحيا يؤوي 4000 نزيل ويضم مكتبة ومركزا تعليميا وآخر ترفيهيا وجزءا مخصصا للحرف اليدوية وعددا من المعامل الصغيرة لأغراض التدريب. أما سجن صيدنا فيقع في منطقة أثرية قرب العاصمة السورية دمشق، ويستخدم لاحتجاز آلاف السجناء السياسيين. وكشفت منظمة العفو الدولية في عام 2017 عن 5000 إلى 13000 شخص أعدموا خارج نطاق القضاء بين سنتي 2011 و2015، وهذا السجن يحل محل سجن تدمر الرهيب الواقع أيضا في منطقة تدمر الأثرية. إلى جانب سوريا والعراق، هل تعلم أن السعودية يوجد فيها سجن من أكبر السجون المتعلقة بالأمن السياسي؟ افتتح في عام 1983 وهو مختص بقضايا الإرهاب وأمن الدولة. حكم الإعدام ينفذ فيه ولا يسمح للصحفيين بالاطلاع على حقيقة الوضع في داخله. اسمه سجن الحائر. أما سجن العقرب فيوجد في مصر، استغرق بناؤه عامين متتاليين ويحتوي على 320 زنزانة تستخدم 20 منها لأغراض التعذيب. أما الإمارات فيوجد فيها سجن الوثبة الذي صنف من أسوأ السجون في الوطن العربي لما فيه من تعذيب ومعاملات قاسية تجاه النزلاء. بناء هذه السجون كلف الكثير، فلو وضعنا هذه الأموال في بناء المدارس والمستشفيات وأنشأنا نظاما ديمقراطيا، كيف سيكون وجه العالم العربي اليوم؟ علق لنا واشترك بحسابات الأمل ميديا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.